قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 68 شخصا قتلوا في سوريا، معظمهم في دمشق وريفها وحلب. وسقط معظم القتلى جراء القصف الجوي والمدفعي على ريف دمشق، والذي طال أيضا كلا من حلب ودرعا وحماة وإدلب ودير الزور. وتحدث ناشطون عن انفجارات في حي الزاهرة وتضامن وخلف فندق فور سيزن بوسط دمشق، كما أفاد ناشطون بتواصل قصف الجيش السوري النظامي على حمص القديمة وبلدات بريف حمص. لأيام متتالية تتصدر العاصمة دمشق وريفها قائمة المدن السورية في عدد القتلى. يتحدث ناشطون عن انفجارات في أحياء الزاهرة والتضامن والزهور الدمشقية، ويقولون إن بعضها استهدف منازل لترويع الأهالي. وتظهر صور بثها ناشطون ما يقولون إنه استهداف وحرق للمساجد في حيي القدم والحجر الأسود. مسلسل الإعدامات الميدانية مستمر في الأحياء الجنوبية للعاصمة، ويؤكد ناشطون أنهم عثروا على جثث رجل وولديه في حي الميدان وعليها آثار تعذيب. في ريف دمشق سقط قتلى وجرحى في قصف على بلدات يبرود وعرطوز ودوما وزملكا، كما اقتحمت قوات النظام مناطق في الزبداني واعتقلت عددا من الأشخاص. وتمتنع الجزيرة عن بث صور قاسية لجثث أشخاص عثر عليها في سقبة والمعظمية وعليها آثار تعذيب. طائرات النظام واصلت غاراتها على ريف حلب، وألقت براميل المتفجرات على مارع والأتارب، كما قصفت قوات النظام بالصواريخ والدبابات دارة عزة وقرى أخرى في المنطقة. هذه الصور يقول ناشطون إنها التقطت في منطقة بستان الباشا بحلب بعد ساعات على إعلان التلفزيون السوري أن الجيش النظامي قضى على مجموعة وصفها بالإرهابية هناك. لم يتوقف القصف على حلب، وبث ناشطون صورا لدمار لحق بالسوق الشعبي في مساكن هنانو ولأضرار لحقت بكنيسة في الميدان بعد تعرضها للقصف. في ريف إدلب سقط قتلى وجرحى في قصف للجيش النظامي، كما بث ناشطون صورا لعملية تفجير عبوة ناسفة في عربة للجيش النظامي نفذتها كتيبة أسامة بن زيد في قرية خربة الجوز. طائرات النظام عاودت قصف مصيف سلمى بريف اللاذقية ببراميل المتفجرات، كما سقط قتلى وجرحى في قصف على قرية الباغوس ومدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. مدينة حمص التي أعلنها المجلس الوطني السوري مدينة منكوبة قبل أكثر من شهر، ما زالت أحياؤها القديمة تتعرض للقصف، كما يتواصل القصف بشكل يومي على ريف حمص وخصوصا بلدات الرستن وتلبيس والقصير في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الأهالي هناك. حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا من حلب مراسلنا ناصر البدري. ناصر، ضعنا لو سمحت في صورة الأوضاع وآخر التطورات العسكرية والميدانية من حيث أنت في حلب. دوي الانفجارات لازلنا نسمعه في مختلف أنحاء مدينة حلب، كل بضع دقائق نسمع دوي انفجارات. عدد من الأحياء السكنية تتعرض للقصف، هي تقريبا نفس الأحياء التي قصفت خلال الأيام القليلة الماضية بالطائرات والمروحيات بالنهار وتقصف عن طريق المدفعية الثقيلة بالليل. كذلك تطور لافت ربما هو انقطاع التيار الكهربائي لبضع ساعات على مدينة حلب وريفها بالكامل، انقطاع دام لعدة ساعات حتى المراكز الأمنية والثكنات والتجمعات الأمنية انقطع عليها التيار الكهربائي. لا نعرف سبب ذلك، بعض الأحياء عاد إليها التيار الكهربائي، لكن هناك أجزاء واسعة من مدينة حلب ومن ريفها لا تزال تعيش في ظلام دامس. عدد من المدن في ريف حلب، الأتارب، مارع، دار عزة وغيرها، أيضا قصفت بشكل مستمر. بعض النشطاء السياسيين يتحدثون عن قصف استمر لساعات طويلة. ربما أحد أسباب هذا القصف ربما وجود اشتباكات عنيفة خاصة في منطقة الأتارب، حيث يتواجد ليس بعيدا عنها في تلك المنطقة مقر تمركز الفوج 46، حيث لا تزال هناك معارك ضارية بين عناصر الجيش الحر وقوات النظام، قوات
القوات الخاصة المتمركزة هناك، وبين الحين والآخر نسمع عن ربما أسر بعض عناصر ذلك اللواء وقتل عناصر الفوج وقتل عناصر أخرى. على الصعيد الإنساني الكثير من أهالي مدينة حلب الأوضاع الإنسانية في تردي مستمر، هناك أحياء انقطعت عنها مثلا المياه لأكثر من 20 يوما، هناك أحياء كثيرة جدا هجرها أهلها وأصبحت مدن أشباح، انعدام الأغذية، انعدام الأدوية في الصيدليات، كثير من المشافي والمستشفيات التي كانت تخدم المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلقت بعد أن أصبحت هدفا للطائرات وللمروحيات. دار الشفاء إحدى أكبر المشافي في هذا الجزء من مدينة حلب أغلقت أبوابها قبل بضعة أيام، لكنها تعرضت أيضا للقصف اليوم، ليس لسبب، ليس لدينا أي معلومات عن سبب قصف هذا المشفى، رغم أنه قد أغلق ولا يتم استخدامه من قبل المرضى، وإنما تم تحويله إلى أماكن أخرى ربما قد تكون أكثر أمنا. على صعيد المواجهات في مدينة حلب لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش الحر في محور الميدان العرقوب، هناك تقدم للجيش الحر في عدد من الشوارع، وتقدم ربما يعتبره عناصر الجيش الحر أنه تقدم ملحوظ. هناك أيضا تقدم على مستوى الحمدانية، وصول عناصر الجيش الحر ربما إلى آخر نهاية منطقتي وحيي سيف الدولة وصلاح الدين، ولا تزال كذلك المعارك مستمرة في محيط القلعة الأثري، وتعرض عدد من المباني الأثرية لدمار كبير نتيجة القصف المستمر والمتواصل على مدار الأيام القليلة الماضية. أشكرك جزيل الشكر ناصر البدري مراسلنا، كنت معنا من حلب. ويواجه ثوار السوريون صعوبات في التقدم عسكريا في بعض المناطق السورية بسبب تمركز قوات الجيش النظامي في أماكن قريبة من التجمعات السكانية. واحدة من هذه المناطق هي مدينة دير الزور التي حسمت أمرها ضد قوات النظام السوري. مراسل الجزيرة ناصر شديد ينقل جانبا من هذه الصعوبات. لسان حال الثوار هنا يقول لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد ولا لنظامه في مدينة دير الزور، فهو بالنسبة لهؤلاء قائد راحل بعد أن رأوا أن لا أمل مرجوا منه ولا من حزبه، فهو نظام غير مرغوب فيه، حين علموا أن رد أنصار النظام على ثورتهم السلمية الأسد أو نحرق البلد. قوات الجيش الحر يخشون الهجوم على ثكنات عسكرية تتبع لقوات النظام لاعتبارات عدة، منها ما هو لوجستي ومنها غير ذلك. مخافتنا أولا على المدنيين، يعني خلانا شوي نخفف بالحراك المسلح والثوري، وخلانا متأنين من خلال التصعيد العسكري. آخر إخفاقات قوات النظام التقهقر في بعض البؤر الأمنية كسقوط هذا المجمع الأمني بالكامل في يد الثوار، ويضم معسكر التدريب الجامعي بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية أخرى كانت تتخذه قوات النظام لقطع الطريق عن مدينة دير الزور، بعد أن خاض الثوار معركة حامية أدت إلى تراجع القوات النظامية. بأم عيوننا لاحظنا كيف العناصر فروا كالأرانب، تركوا أسلحتهم، تركوا لباسهم وفروا باتجاه دوار الحلبية، وهو موقع عسكري وترسانة عسكرية تابعة لكتائب الأسد. يقول الثوار إنهم أحسنوا معاملة جرحى قوات النظام عكس ما تفعله القوات النظامية. تم سحب جرحاهم على الأرض، لم ينقلوهم نقل بس، ولكن شحط مثل ما يقول إيش شحطوا جرحاهم، ليس أنتم، لا هم اللي شحطوا جرحاهم، نحن الجرحى اللي وجدناهم وسرناهم، تم نقلهم إلى المشافي وتم مداواتهم. ويبقى الاحتكام للرصاص بين الثوار والجيش النظامي قائماً ما دامت لعبة عض الأصابع متواصلة بين الطرفين. بالنسبة للثوار انتهى عهد الرئيس السوري بشار الأسد بعد سقوط أغلب الريف السوري في أيديهم إن لم يكن قبل ذلك، لكن ما دامت المعارك لم تضع أوزارها بعد، فإن من المبكر الحكم في ظل عدم سقوط أي مدينة سورية بشكل كامل حتى الآن في يد الجيش الحر. ناصر شديد، الجزيرة، من مدينة دير الزور. أفادت كتيبة المعتصم بالله إحدى كتائب الجيش الحر العاملة في محافظة درعا أنها هاجمت نقطة هجانة التابعة للجيش النظامي السوري ودمرتها تماما وقتلت قائد النقطة وأسرت 15، بينما فر 3 من الجنود إلى الجانب الأردني. وتخوض كتائب الجيش الحر معارك مع الجيش النظامي السوري في سبيل تأمين طريق خروج اللاجئين
خصوصا عند تعرض اللاجئين لكمائن الجيش النظامي. بوصولهم يحققون هدف اللجوء وهو الأمان، وفي نفس الوقت يخسرون كل شيء، من المدرسة إلى مكان العمل إلى البيت والجيران والبلدة. المحطة الأولى هنا تجمع الشتات السوري، من حمص بعضهم استغرقت منه الرحلة شهورا، ومنهم من دمشق وريفها، وبعضهم في الجوار القريب في درعا. يحققون الأمن بعد أن طاردهم القصف والرصاص بأنواعه حتى في رحلة الهرب. يعني ما ظلش حدا، الختائر كبار. يعني اليوم حجي عمره 65 سنة شايل 4 شناتي، هذا شو دمشي 8 كيلو من ورا مين؟ هذا إجا من ورا المجرم، من ورا قصفه ودماره لبشار الأسد. والختائر البنات النسوان مش حرام عليه، بس غصب عنهن دنفلن. سورية كلها رجال وبحوران، افعالنا قبل قوالنا، ونحلف بكل الديانات السماوية لنطور راسك لو كان ببراج معتلية. والجرحى يشكلون حلقة الضعف في قوافل اللجوء، سواء من لجأ جريحا أو من جرح أثناء عملية اللجوء. على امتداد الحدود تشكلت منافذ للتهريب خلال عام ونصف، ورغم التضييق ظل وادي اليرموك منفذا عاملا. ويلقي الثوار والنشطاء في عمليات التهريب باللائمة على وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على المنفذ، مما جعله في مرمى الجيش النظامي السوري. ما يأمره اللاجئون السوريون أن تكون رحلة العودة إلى سوريا أكثر قربا وأقل صعوبة بعد المعاناة المريرة التي عانوها في رحلة اللجوء إلى الأردن. الله أكبر. تشكل الجغرافية الوعرة حليفا للجيش الحر في وادي اليرموك. هذه الاشتباكات العنيفة التي تخوضها كتيبة شهداء اليرموك ليست دفاعا عن النفس بقدر ما هي دفاع عن شريان حياة للإنسان السوري، سواء كان طفلا جريحا أم عسكريا منشقة. تصل القذائف للجانب الأردني كما يبدو في الصورة، يرد الجيش حينا ويضبط نفسه أحيانا. المفارقة في المكان أن النهر يحمل اسم المعركة التي هزمت فيها إمبراطورية الروم أمام جيوش الفتح العربي الإسلامي. والمفارقة الأكبر أن الجانب الغربي تتمركز فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي. ياسر أبو هلالة، الجزيرة، وادي اليرموك، الحدود الأردنية السورية. معنا من بيروت وهبي قطيشة الخبير في الشؤون الاستراتيجية. سيد قطيشة، ما هي الأهمية العسكرية والاستراتيجية لانتقال قيادة الجيش السوري الحر من تركيا إلى داخل سوريا؟ طبعا يعمل في سوريا في المنطقة التي خاضعة لعمل الثوار فصائل عديدة عسكرية ذات قيادات متشرذمة، وهناك عمل فوضوي تقريبا في العمل العسكري. في الحالات التي في الحالة التي نشاهدها اليوم، الجيش السوري الحر هو مضطر لإنشاء أو لتأسيس قيادة متقدمة فوق الأرض السورية، مهمتها جمع كل هالقوى العامل فوق الأرض السورية لتنسيق عملها في قيادة وحدة موحدة. لو كان العمل العسكري السوري منذ بدء الأحداث موحدا لأعطى فعالية 10 أضعاف ما هو عليه الآن. لذلك القيادة العسكرية للمجلس الوطني السوري لا أعتقد بأنها هي التي ستتمركز داخل الأرض السورية، إنما ستفصل قيادة متقدمة باللغة العسكرية ل ضبطها أعمال العسكرية لكل الفصائل السورية التي تقاتل النظام. إن اتحاد هذه الفصائل يزيد عملها أضعافا وأضعافا بشكل إيجابي. هو طبعا الجيش السوري الحر نفسه أعلن بأن القيادة المركزية ستنتقل من تركيا إلى داخل الأراضي السورية، هذا أمر يعني مؤكد. لكن السؤال، يعني هل ستكون هذه إضافة إلى ما قلت سيد قطيشة مجرد خطوة معنوية، أم سيكون لها انعكاسات على الأرض وقد يعني تظهر نتائجها في شكل عمليات نوعية ربما؟ طبعا عندما تنتقل قيادة متقدمة، القيادة إذا انتقلت إلى سوريا بدون غطاء جوي قد تتعرض للتدمير مباشرة، إنما القيادة المتقدمة تبقى قيادة خفيفة طبعا سينتج عنها نتائج إيجابية جدا عندما تتمكن من ضبط كل أعمال المقاومة على الأرض السورية وتجمعها بقيادة عسكرية موحدة هي التي توزع الأسلحة، هي التي تشرف على العمليات، هي التي تنسق العمليات
في المدن السورية وليس بشكل فوضوي كما نشهده اليوم، طبعا النتائج تصبح إيجابية جدا وتعطينا أضعاف وأضعاف ما نشهده اليوم في على الساحة السورية. ما هي برأيك العقبات التي تحول دون أن يحقق الجيش السوري الحر أهدافه العسكرية كاملة، وربما تكون يعني عملياته فاعلة ومؤثرة على الجيش النظامي؟ هناك عدة عوامل. العامل الأول أنه يحتاج إلى غطاء جوي. أولا غطاء جوي يعني ملاذ آمن يمنع الطيران السوري من مهاجمة مواقعه، وهو بحاجة إلى أسلحة مضادة للطائرات ومضادة للدروع. عندما تتوفر له هذه الإمكانيات يصبح بإمكانه أن يقود عمليات منسقة على مستوى الأرض السورية ككل. هذا أولا. ثانيا هو بحاجة إلى دعم معنوي ومادي لتوحيد هذه القيادة، خاصة من الدول التي تدعم القيادة العسكرية السورية. يجب أن تتعامل مع فصيل واحد هو المجلس الوطني للجيش السوري الأحرى، الجيش السوري الحر، لتنسيق هذه العمليات، وليس مع قوى متفرقة في المدن أو بالأحياء، وكل منها يأمر عدة عناصر ويقوم بعمليات صح ضد النظام، إنما هذه العمليات غير منسقة ولا تعطي النتيجة التي يتطلبها العمل الحربي المنسق كما نعم. يخطط له الجيش السوري الحر. شكرا لك سيد وهبي قطيشة الخبير في الشؤون الاستراتيجية من بيروت. عقدت أطياف مما تعرف بمعارضة الداخل في سوريا أول مؤتمر من نوعه في العاصمة دمشق، وطالب المجتمعون بوقف العنف وإخراج سوريا من صراعات المحاور الخارجية. ودعت هيئة التنسيق الوطنية وهي من أبرز المشاركين إلى ما سمتها استراحة محاربين وإلى إسقاط نظام من خلال عملية سياسية لاحقة تجري في الوقت المناسب حسب تعبيرها. وقد أيدت روسيا وإيران المؤتمر، بينما انتقدته المعارضة السورية في الخارج ورفضه الجيش السوري الحر. إنقاذ سوريا عنوان كبير لقضية وجيهة بالنسبة للمؤتمرين تحت رايته، دعائي لا يخدم الثورة ولا يضر الأسد بحسب المعارضين المعترضين عليه. لكن المؤتمر حصل وفي قلب دمشق، سكت النظام عنه، وذلك في الحالة السورية معناه الرضا. برأي المجتمعين الذين حضروا ناقصين 3 هم في ذمة استخبارات النظام بحسب هيئة التنسيق، فإن إنقاذ سوريا يفترض وقف العنف من الجميع، وبدوا شديدي الحرص على أن ما يجري ليس حوارا. والوقف الفوري لإطلاق النار، وقف القصف الوحشي الهمجي، لتكن هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق أمام عملية سياسية. المؤتمر تحدث عن إخراج سوريا من سياسة المحاور في حضور محور كامل جلس في الصفوف الأمامية. وإن هذه الأهداف هي التي ترمي الجهود الروسية إلى تحقيقها بالتنسيق والتعامل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة السورية، التي نكون على الاتصال الدائم معها بما في ذلك بشأن قرارات غير سهلة من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة. الموقف الإيراني أيد عقد المؤتمر وأشفع ذلك بنصح عن السيادة والديمقراطية. الديمقراطية لا يصل عن طريق فوهات البنادق، بل عن طريق الحوار الوطني. قيل إن حضور هؤلاء السفراء كان لتأمين المؤتمر من أيد نظامية قد تخربه، لكن الزخم السياسي الذي أحاطوه به أوحى لكثيرين أن المؤتمر حاجة لحلفاء النظام أكثر مما هو حاجة للنظام نفسه أو لمعارضيه. فبالنسبة لبشار الأسد، المصالحة الوطنية بدأت بالفعل، لها وزارة ودوام ومكاتب. الله أكبر. على الأرض الشعب السوري في واد آخر يتلقى فوق رأسه براميل المتفجرات. كثير من السوريين لا يرون شرعية إلا لمن يدافع عنهم، ولا حقا في الثورة إلا لمن يدفع ثمنها.
الجيش السوري الحر الذي خصه الثائرون بأكثر من جمعة دعم رفض مؤتمر دمشق واختزل الموقف بالقول إن الأسد يتفاوض مع نفسه. معنا من دمشق محمود مرعي عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطني. سيد محمود، من أبرز ما دعا إليه هذا المؤتمر إخراج سوريا من صراعات المحاور، ماذا عن المحور الذي حضر في الصفوف الأمامية وحتى في المنصة ممثلا في إيران وروسيا، ما الذي يمثل حضوره؟ طبعا حضرت روسيا والصين وإيران والجزائر ومصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي وممثل عن السيد أفضل إبراهيم، أيضا القنصل الهندي. إذن ليس الحضور الدبلوماسي اقتصر على روسيا وإيران، بل شمل أكثر من دولة وسفير وسفارة في دمشق، إضافة إلى وجود أشقاء عرب من مصر، إضافة إلى أن هذا المؤتمر عقد في قلب العاصمة السورية دمشق، وطالب بوقف العنف ووقف إطلاق النار فورا وتحديدا من النظام في سوريا، طالب وقف العنف فورا ووقف إطلاق النار فورا، وطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي، وطالب أيضا بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مستحقيها. وإلى أي مدى هذه المطالبات العديدة والتي عددتها ولعل غيرها موجود أيضا في لائحة المطالبات تثقون بأنه يمكن الاستجابة لها؟ نحن تعرضنا وتعرض القياديين في هيئة التنسيق إلى الاعتقال قبل يوم أو يومين من إعقاد المؤتمر. اعتقل الدكتور عبد العزيز الخير وهو عضو مجلس تنفيذي، واعتقل المهندس إياس عياش وهو عضو مجلس مركزي، واعتقل ماهر الطحان وهو من أعضاء هيئة التنسيق. عندما كنا عائدين من بكين اعتقلوا على طريق مطار دمشق الدولي، وهم موجودين حاليا لدى المخابرات الجوية في سوريا. رغم ذلك نحن عقدنا المؤتمر ولدينا معتقلين ولدينا شهداء في الداخل السوري. نحن نعلم حجم الأضرار الناجمة والمخاطر والناجمة عن القتال وعن التدمير وعن استخدام السلاح والعنف. لذلك كان المطلب الأول والأساسي للمؤتمر هو وقف العنف ووقف هدر الدماء السوريين. كثير من هذه المطالب تتفق فيها أطراف عديدة في الواقع في المعارضة السورية، لكن هناك من يرى بأن مجرد عقد هذا المؤتمر بهذا الحضور وربما غض طرف من قبل النظام السوري عليه ربما يعطي مهلة لهذا النظام لمزيد من سفك الدماء. كيف يمكن أن تردون على مثل هذه الانتقادات؟ طبعا المعارضون الذين هاجموا المراقبين العرب والمراقبين الدوليين وكوفي عنان والسيد الإبراهيمي يهاجموا كل مهلة ويهاجموا كل محاولة إلى من أجل إخراج سوريا من دوامة العنف وإيجاد مخرج سياسي لحل الأزمة في سوريا. هاجموا الأخضر الإبراهيمي قبل أن يبدأ مهمته. نحن التقينا مع السيد الأخضر الإبراهيمي وأسمعناه موقف هيئة التنسيق وطلبنا منه وسوف نطالبه بالتحضير لمؤتمر دولي، لأننا نعلم الصراع الآن هو صراع على سوريا من قبل دول عربية وأقليمية ودولية. سوريا أصبحت ساحة للصراع الدولي والإقليمي. للأسف الشديد أصبحنا نحن مكان وأرض وجغرافيا تتصارع عليها دول عظمى. لذلك نحن نريد إخراج سوريا من هذا الصراع. أشكرك، وضح تماما سوريا. سيد محمود مرعي عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. معنا من القاهرة الكاتبة والصحفية السورية المعارضة ميس الكريدي. سيدة الكريدي، لماذا تشكك المعارضة في الخارج في مصداقية هذا المؤتمر في الداخل؟ أولا دعني أناشد كل القوى الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن معتقلي هيئة التنسيق دكتور عبد العزيز الخير والمهندس إياس سياش والسيد ماهر طحان. ثانيا، باعتقادي أن هيئة التنسيق الوطنية كان عليها أن تراجع نفسها أولا بأن لا تعقد هذا المؤتمر في ظل انتهاك سافر للنظام
واعتقاله لأحد مؤسسين ومخرجي ومنتجي هذا المؤتمر، وهو الدكتور عبد العزيز الخير، أحد الهياكل العظمية الرئيسية في هيئة التنسيق الوطنية. باعتقادي كان حريا بهم أن يمتنعوا عن عقد هذا المؤتمر للمطالبة والاحتجاج على اعتقال أحد كوادرهم الهامة في هيئة التنسيق الوطنية. لكن هذا إذا كان المؤتمر، يعني هذا الأمر إذا لو كان المؤتمر، إن شئت أن تقولي بشكل أو بآخر، لصالح النظام. بالنسبة لي أنا أعتقد أن أي تحرك سياسي بالداخل ضمن عدم تحقيق الشروط المطلوبة المنقذة للشعب السوري هو تحرك لصالح النظام. عندما تقبل هيئة سياسية أن تعقد مؤتمرها بينما تقصف المدن السورية في ظل نظام لا يحترم الحد الأدنى من مسؤولية الاتفاق السياسي، هو لا يحترمهم ولا يحترم اتفاقهم، بدليل على أنه مستمر وماضي في قصفه للمدن السورية وفي انتهاكاته وفي قتله للمدنيين وفي تدمير سوريا. بالتالي ما معنى هذا المؤتمر؟ هل هذا اتهام ضمني في مصداقية الذين اجتمعوا اليوم؟ هل هذا اتهام ضمني وتشكيك في مصداقية هؤلاء والطعن في نزاهتهم؟ أنا لا أريد أن أشكك بنوايا الأشخاص، أنا لا أريد أن أشكك بنوايا الأشخاص، ولكن الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة. في الواقع إذا كانت هيئة التنسيق الوطنية لغاية هذه اللحظة لا تدرك ماهية النظام الذي تتعامل معه، ولا تعرف أن هذا النظام مستمر وماضي بذبح السوريين وماضي في تدمير سوريا، وأنه لا يمكن وغير قابل للدخول في آلية عمل سياسي، فهذه مشكلة. عليهم إذن أن يراجعوا أنفسهم ويحلوا هذه الهيئة ويعترفوا أن هذا النظام لن يقدم لهم شيء. طيب سيدة من هيئة التنسيق الوطنية الآن أسألهم، دعني أسألهم سؤالا واحدا، أين هو قوى المعارضة الداخلية التي اجتمعت لإبراز وثيقة توحيد معارضة داخلية؟ أين هي هذه القوى التي أنا حضرت جزء كبير من اجتماعاتها؟ أين هي غائبة؟ أين هم معظم الأشخاص الذين دعيوا؟ أين هم هؤلاء الأشخاص الذين يفترض أن يتدخلوا في إنقاذ سوريا؟ في الحقيقة طيب أين هم بالنسبة إليك؟ أين هم؟ يعني إذا يعني أعدت إليك السؤال وأردت منك أن تجيبي على هذا السؤال. لم يحضروا، رفضوا الحضور، بالتأكيد رفضوا الحضور، لأن جميع الأشخاص الوطنيين الذين حاولوا الوصول إلى وثيقة توحيد معارضة داخلية اكتشفوا تماما أن هذا النظام لا يمكن أن تتعامل معه سياسيا. يوم عقد المؤتمر انظر إلى هذا النظام ماذا يتصرف، يقوم بقصف كافة المدن السورية، يقوم بقتل الناس، يقوم بذبح البشر. ما هي الآلية التي يستندون إليها؟ ما هي الأرضية التي يستندون إليها في التعامل مع هذا النظام؟ هل نحن مع قتل المدنيين أو هل نحن ضد وقف هدر الدم السوري؟ أبدا لا يزاود أحد علينا، ولكن المسألة أن هذا النظام لم يقدم ولا أي تنازل رغم كل التنازلات التي قدمت لهم من قبل بعض الأطراف. شكرا لك سيدة ميس الكريدي، الكاتبة الصحفية السورية المعارضة من القاهرة، عذرا للمقاطعة، وشكرا جزيلا لك سيدة ميس. عقدت أطياف مما تعرف بمعارضة الداخل في سوريا أول مؤتمر من نوعه في العاصمة دمشق، وطالب المجتمعون بوقف العنف وإخراج سوريا من صراعات المحاور الخارجية. ودعت هيئة التنسيق الوطنية وهي من أبرز المشاركين إلى ما سمتها استراحة محاربين، وإلى إسقاط نظام من خلال عملية سياسية لاحقة تجري في الوقت المناسب حسب تعبيرها. وقد أيدت روسيا وإيران المؤتمر، بينما انتقدته المعارضة السورية في الخارج ورفضه الجيش السوري الحر. إنقاذ سوريا عنوان كبير لقضية وجيهة بالنسبة للمؤتمرين تحت رايته، دعائي لا يخدم الثورة ولا يضر الأسد بحسب المعارضين المعترضين عليه. لكن المؤتمر حصل وفي قلب دمشق، سكت النظام عنه، وذلك في الحالة السورية معناه الرضا. برأي المجتمعين الذين حضروا ناقصين 3 هم في ذمة استخبارات النظام بحسب هيئة التنسيق، فإن إنقاذ سوريا يفترض وقف العنف من الجميع، وبدوا شديدي الحرص على أن ما يجري ليس حوارا. الوقف الفوري لإطلاق النار، وقف القصف الوحشي الهمجي، لتكن هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق
أمام عملية من يدفع ثمنها. الجيش السوري الحر الذي خصه الثائرون بأكثر من جمعة دعم رفض مؤتمر دمشق واختزل الموقف بالقول إن الأسد يتفاوض مع نفسه. أنا من دمشق محمود مرعي عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطني. سيد محمود، من أبرز ما دعا إليه هذا المؤتمر إخراج سوريا من صراعات المحاور، ماذا عن المحور الذي حضر في الصفوف الأمامية وحتى في المنصة ممثلا في إيران وروسيا، ما الذي يمثل حضوره؟ طبعا حضرت روسيا والصين وإيران والجزائر ومصر وفلسطين والاتحاد الأوروبي وممثل عن السيد أخضر الإبراهيم، أيضا القنصل الهندي. إذن ليس الحضور الدبلوماسي اقتصر على روسيا وإيران، بل شمل أكثر من دولة وسفير وسفارة في دمشق، إضافة إلى وجود أشقاء عرب من مصر، إضافة إلى أن هذا المؤتمر عقد في قلب العاصمة السورية دمشق، وطالب بوقف العنف ووقف إطلاق النار فورا، وتحديدا من النظام في سوريا طالب وقف العنف فورا ووقف إطلاق النار فورا، وطالب بالمقاومة على الأرض السورية وتجمعها بقيادة عسكرية موحدة، هي التي توزع الأسلحة، هي التي تشرف على العمليات، هي التي تنسق العمليات في المدن السورية وليس بشكل فوضوي كما نشهده اليوم. طبعا النتائج تصبح إيجابية جدا وتعطينا أضعاف وأضعاف ما نشهده اليوم في على الساحة السورية. ما هي برأيك العقبات التي تحول دون أن يحقق الجيش السوري الحر أهدافه العسكرية كاملة، وربما تكون يعني عملياته فاعلة ومؤثرة على الجيش النظامي؟ هناك عدة عوامل. العامل الأول أنه يحتاج إلى غطاء جوي، أولا غطاء جوي يعني ملاذ آمن يمنع الطيران السوري من مهاجمة مواقعه، وهو بحاجة إلى أسلحة مضادة للطائرات ومضادة للدروع. عندما تتوفر له هذه الإمكانيات يصبح بإمكانه أن يقود عمليات منسقة على مستوى الأرض السورية ككل، هذا أولا. ثانيا هو بحاجة إلى دعم معنوي ومادي لتوحيد هذه القيادة، خاصة من الدول التي تدعم القيادة العسكرية السورية. يجب أن تتعامل مع فصيل واحد هو المجلس الوطني للجيش السوري الأحرى، الجيش السوري الحر، لتنسيق هذه العمليات، وليس انعدام الأغذية، انعدام الأدوية في الصيدليات، كثير من المشافي والمستشفيات التي كانت تخدم المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلقت بعد أن أصبحت هدفا للطائرات وللمروحيات. دار الشفاء إحدى أكبر المشافي في هذا الجزء من مدينة حلب أغلقت أبوابها قبل بضعة أيام، لكنها تعرضت أيضا للقصف اليوم، ليس لسبب، ليس لدينا أي معلومة عن سبب قصف هذا المشفى، رغم أنه قد أغلق ولا يتم استخدامه من قبل المرضى، وإنما تم تحويله إلى أماكن أخرى ربما قد تكون أكثر أمنا. على صعيد المواجهات في مدينة حلب لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش الحر في محور الميدان العرقوب، هناك تقدم للجيش الحر في عدد من الشوارع، وتقدم ربما يعتبره عناصر الجيش الحر أنه تقدم ملحوظ. هناك أيضا تقدم على مستوى الحمدانية، وصول عناصر الجيش الحر ربما إلى آخر نهاية منطقتي وحيي سيف الدولة وصلاح الدين، ولا تزال كذلك المعارك مستمرة في محيط القلعة الأثري، وتعرض عدد من المباني الأثرية لدمار كبير نتيجة القصف المستمر والمتواصل على مدار الأيام القليلة الماضية. أشكرك جزيل الشكر ناصر البدري مراسلنا، كنت معنا من حلب. ويواجه الثوار السوريون صعوبات في التقدم عسكريا في بعض المناطق السورية بسبب تمركز قوات الجيش النظامي في أماكن قريبة، وألقت براميل المتفجرات على مارع والأتارب، كما قصفت قوات النظام بالصواريخ والدبابات دارة عزة وقرى أخرى في المنطقة. هذه الصور يقول ناشطون إنها التقطت في منطقة بستان الباشا بحلب بعد ساعات على إعلان التلفزيون السوري أن الجيش النظامي قضى على مجموعة وصفها بالإرهابية هناك.
لم يتوقف القصف على حلب، وبث ناشطون صورا لدمار لحق بالسوق الشعبي في مساكن هنانو ولأضرار لحقت بكنيسة في الميدان بعد تعرضها للقصف. في ريف إدلب سقط قتلى وجرحى في قصف للجيش النظامي، كما بث ناشطون صورا لعملية تفجير عبوة ناسفة في عربة للجيش النظامي نفذتها كتيبة أسامة بن زيد في قرية خربة الجوز. طائرات النظام عاودت قصف مصيف سلمى بريف اللاذقية ببراميل المتفجرات، كما سقط قتلى وجرحى في قصف على قرية الباغوس ومدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. مدينة حمص التي أعلنها المجلس الوطني السوري مدينة منكوبة قبل أكثر من شهر ما زالت أحياؤها القديمة تتعرض للقصف، كما يتواصل القصف بشكل يومي على ريف حمص وخصوصا بلدات الرستن وتلبيس والقصير في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الأهالي هناك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الماضي في تدمير سوريا وأنه لا يمكن وغير قابل للدخول في آلية عمل سياسي، فهذه مشكلة عليهم إذن أن يراجعوا أنفسهم ويحلوا هذه الهيئة ويعترفوا أن هذا النظام لن يقدم لهم شيء. طيب سيدة من بالنسبة التنسيق الوطنية الآن أسألهم، دعني أسألهم سؤالا واحدا، أين هو قوى المعارضة الداخلية التي اجتمعت لإبراز وثيقة توحيد معارضة داخلية؟ أين هي هذه القوى التي أنا حضرت جزء كبير من اجتماعاتها؟ أين هي غائبة؟ أين هم معظم الأشخاص الذين دعيوا؟ أين هم هؤلاء الأشخاص الذين يفترض أن يتدخلوا في إنقاذ سوريا؟ في الحقيقة طيب أين هم بالنسبة إليك؟ أين هم؟ يعني إذا يعني أعدت إليك السؤال وأردت منك أن تجيبي على هذا السؤال. لم يحضروا، رفضوا الحضور، بالتأكيد رفضوا الحضور، لأن جميع الأشخاص الوطنيين الذين حاولوا الوصول إلى وثيقة توحيد معارضة داخلية اكتشفوا تماما أن هذا النظام لا يمكن أن تتعامل معه سياسيا. يوم عقد المؤتمر انظر إلى هذا النظام ماذا يتصرف، يقوم بقصف كافة المدن السورية، يقوم بقتل الناس، يقوم بذبح البشر. ما هي الآلية التي يستندون إليها؟ ما هي الأرضية التي يستندون إليها في التعامل مع هذا النظام؟ هل نحن مع قتل المدنيين أو هل نحن ضد وقف هدر الدم السوري؟ أبدا لا يزاود أحد علينا، ولكن المسألة أن هذا زاد قيادات متشرذمة وهناك عمل فوضوي تقريبا في العمل العسكري. في الحالة التي نشاهدها اليوم، الجيش السوري الحر هو مضطر لإنشاء أو لتأسيس قيادة متقدمة فوق الأرض السورية، مهمتها جمع كل هالقوى العاملة فوق الأرض السورية لتنسيق عملها في قيادة وحدة موحدة. لو كان العمل العسكري السوري منذ بدء الأحداث موحدا لأعطى فعالية 10 أضعاف ما هو عليه الآن. لذلك القيادة العسكرية للمجلس الوطني السوري لا أعتقد بأنها هي التي ستتمركز داخل الأرض السورية، إنما ستفصل قيادة متقدمة باللغة العسكرية لضبط أعمال العسكرية لكل الفصائل السورية التي تقاتل النظام. إن اتحاد هذه الفصائل يزيد عملها أضعافا وأضعافا بشكل إيجابي. هو طبعا الجيش السوري الحر نفسه أعلن بأن القيادة المركزية ستنتقل من تركيا إلى داخل الأراضي السورية، هذا أمر يعني مؤكد، لكن السؤال يعني هل ستكون هذه، إضافة إلى ما قلت سيد قطيشة، مجرد خطوة معنوية أم سيكون لها انعكاسات على الأرض وقد يعني تظهر نتائجها في شكل عمليات نوعية ربما؟ طبعا عندما كثير من هذه المطالب تتفق فيها أطراف عديدة في الواقع في المعارضة السورية، لكن هناك من يرى بأن مجرد عقد هذا المؤتمر بهذا الحضور وربما غض طرف من قبل النظام السوري عليه ربما يعطي مهلة لهذا النظام لمزيد من سفك الدماء. كيف يمكن أن تردون على مثل هذه الانتقادات؟ طبعا المعارضون الذين هاجموا المراقبين العرب والمراقبين الدوليين وكوفي عنان والسيد الإبراهيمي يهاجموا كل مهلة ويهاجموا كل محاولة إلى من أجل إخراج سوريا من دوامة العنف وإيجاد مخرج سياسي لحل الأزمة في سوريا. هاجموا الأخضر الإبراهيمي قبل أن يبدأ مهمته
نحن التقينا مع السيد الأخضر الإبراهيمي وأسمعناه موقف هيئة التنسيق، وطلبنا منه وسوف نطالبه بالتحضير لمؤتمر دولي، لأننا نعلم الصراع الآن هو صراع على سوريا من قبل دول عربية وأقليمية ودولية. سوريا أصبحت ساحة للصراع الدولي والإقليمي، للأسف الشديد أصبحنا نحن مكان وأرض وجغرافيا تتصارع عليها دول عظمى، لذلك نحن نريد إخراج سوريا من هذا الصراع. أشكرك، وضح تماما سيد محمود مرعي عضو المجلس التنفيذي في